أهلا وسهلا بمتابعين قناة أطباق ملونة، ويسعد أوقاتكم يا رب. اليوم الفيديو مختلف شوي، حيكون عن التغذية وعن الصحة لكن مش طبخ. بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير لأنه حرق أحكي معلومات بعتبرها مهمة بالنسبة إلي، والفيديو عن تجربة شخصية وعن أفكار خاصة وحقائق أنا مجربتها بدي أحكي عنها. كلنا عم نشوف بالآونة الأخيرة انتشار الفيديوهات اللي بتحكي عن هالوصفة وهالوصفة، وهي للشعر وهي للجسم وهي تمام وهي لرفع المناعة، ونحن منقلد ومنحب نجرب كمان، طبيعي إنه نجرب ونشوف. بس هي القصة إنه التجارب هاي اللي عم نشوفها الفيديوهات هي مش مدروسة، يعني ما في أخصائيين عاملينها، ما في وراها يعني خبرات علمية، فنحن منجرب من غير ما نعرف أضرارها، من غير ما نعرف إذا هي المادة مع هالمادة صح مزبوطة ولا غير مزبوطة. تمام، انا مثلا لقيت عن الوفيرا، بس ما رحت انا اشتغلت لحالي، اتصلت باخصائيه صديقتي عن دارسه هذا الموضوع دراسه اكاديميه، وقالت لي كيف لازم اعمل الوفيرا مع مواد معينه حتى لتساقط الشعر. طبعا رح اكتب لكم المقادير اذا بتحبوا بصندوق الوصف. المهم انه نحن بنشوف وصفات وبنروح لنقلدها من غير ما نسال، من غير ما نتاكد، من غير ما نعرف هل نحن جسمنا فعلا بحاجه إلى ولا لا، من غير يعني تماما بنجرب. بس مو كل الناس فاضي تجرب، وكل الناس عندها هاي المواد، مو كل الناس عندها وقت اساسا، خاصه ست البيت اللي عندها اطفال واللي عندها وظيفه خارج البيت، اكيد مو فاضي، وضروري بنفس الوقت تعتني بصحتها، تعتني بصحه اطفالها. العنايه مو بس بالاكل، بس اساسا حتى الاكل عم ناكله للاسف ما عاد في شيء صحي 100%، ما عاد في شيء تازج، كله عاد بيجي اما مصدر مستورد اما بالبرادات. فنحن جسمنا بحاجه لمكملات غذائيه. المكملات هي مش ادويه، مكملات هي لتعطي جسمنا الاشياء الناقصه، لتخلي المواد تدخل بجسمنا بشكل صحيح. امبارح كنت عم بحكي مع وحده بقول لها على المكملات الغذائيه انه تاخذهم، فشو قالت لي؟ قالت لي هي مي من اولوياتي. قلت لها هي مي بطر، هي من اولوياتك لازم تكون، لانه انا ما بنصحك بشغله انه انت عم تاخذيها مثل عم تعملي تجميل ولا عم تحطي روج، لا، انا عم بنصحك بمواد تساعد جسمك، لانه عندك مشاكل مثلا فبدك الادويه ما بتعطيكي نتائج، فبدك شيء يساعدك. تمام، المكملات هي مساعد، هي مقوي، هي تثبيت للمواد والمعادن اللي عم تاخذيها بالاكل، بدها شيء يثبتها، شيء يخليها تتحلل صح، تنتقل لاماكنها بطريقه صح. دائما المكملات مفهومنا نحن على المكملات الغذائيه انه هي شيء سنوي، ابدا مش سنوي، هي مثل الفيتامينات مثل المعادن، لكن كل ما دورنا على الشركه المضبوطه، كل ما دورنا على الشركه الصحيحه الموثوقه، ناخذ منها اورجانيك، ناخذ منها مواد طبيعيه ما فيها تصنيع، ما فيها مواد كيميائيه، يكون افضل. ما حدا يقول لي انا شيء لساني صغير، انا جسمي بيصنع، انا كبير، للاسف ما عاد فيه. ليش؟ الكل عم يقعد بالشغل، عم بكون على القاعد اغلب الوقت، فجسمنا ما عاد في رياضه. تمام، ما عاد نتعرض للشمس بالاوقات الصحيحه. الناس كلها عم تحكي عن موضوع تساقط الشعر اللي هو فيه طبعا ستريس بالاضافه لنقص معادن وفيتامينات من الجسم، فيه قله نوع التغذيه، مش قله، مش الكميه. في ناس بتقول لك انا باكل، القصه مو بالكميه، القصه بالنوعيه وبالاوقات اللي تاكليها وشو بحاجه جسمك. يعني القصه كثير كبيره، موضوع الشعر، موضوع التغذيه. هون كمان انا شفت فيديو مره على احدى القنوات قلت بدي اعمل مثله مع اني مش مقتنعه فيه، انه نوع من نوع البونبون للحلق، انه هو القرنفل والكركم والزنجبيل والعسل. طبعا انا مو مع انه الكركم ينغلى والزنجبيل ينغلى. تمام، هون قلت اوكي رح اعمل وصفه انا بعرف ما حتنجح، وما نجحت. تمام، القصد انه مو كل شيء بنشوفه بنسمعه ونطبقه، القصد انه نحن ندور على الحقيقه او ندور على نتائج حقيقيه معروفه، شركات موثوقه اثبتت فوائدها واثبتت صحتها ومصداقيتها بانها عم بتقدم للناس شيء مفيد. انا بحكي عن تجربه، يمكن في منكم بيعرفني منكم لا، اني انا لما كنت مريضه من 6 سنين 7 سنين لما اصبت بالكانسر، انا اللي كان يساعدني نظامي الغذائي اللي عملته بالاضافه للمكملات الغذائيه، مرممات الخلايا اللي كنت اخذها.
هذا ساعدني كتير والحمد لله. طبعا بالإضافة للموضوع طبعا الحالة النفسية، البعد عن السترس، بعد عن الناس بصراحة السلبيين، اهتمام بالتغذية بنوعيتها وبجودتها وليست بكميتها، أنا ابتعدت عن السكر وعن اللحوم والقصص كلها، ممكن إذا بتحبوا بنحكي فيها، بس أنا كنت متجهة للمواد الأورجانيك مثل ما لكم شايفينها، مثل هلأ في شركة أنا صرت أشتغل معهم كمان بسبب المواد اللي بيقدموها، كل شيء فيه شاي وقهوة ومربيات، لكن كلها موجود فيها الفطر الصحي، الفطر المعروف عالميا اللي هلأ كتير هو منتشر، كان بآسيا من زمان بلش ينتشر عنا. الهدف من هالفيديو اهتموا بصحتكم، ما تهتموا بالكمية، اهتموا بالجودة، انتوا أولادكم خذوا مكملات غذائية عبارة عن فيتامينات ومعادن دائما، مو بس بالشتاء ولا بالصيف ولا وقت الكورونا، بكل وقت بكل وقت. صحتك أمانة، صحتك حتنسأل عنها، وإن شاء الله دائما بالعافية والصحة يا رب للجميع.